أنا والله لا أعاتب المجلس العسكري على الروح الإقصائية التي ظهر بها أو التي تم بها هذا الاتفاق والثنائية. لا ألوم المجلس العسكري بقدر ما ألوم قوى الحرية والتغيير. لماذا؟ لأنها هي التي تعني صوتها بالحديث عن الديمقراطية وعن العدالة وترفع شعارات حرية عدالة سلام عدالة وكذا، وتنتقد الحكم السابق بأنه حكم استبدادي وإقصائي، لكنها تمارس نفس الإقصاء، أنها تعزل قوة كبيرة جدا جدا وتستحوذ على أكثر من الثلثين، مثلا تطالب بأكثر من الثلثين، ولو كان الأمر لها لاختارت 100%، بل أنه 67% مثلا التي طالبت بها والتي منحتها في البداية قبل أن يعني يحدث مراجعات، يعني 33% نفسها برضو طالبت بأن تتحكم فيها، هي التي تختار من يحتل 33% الأخرى، يعني معناها حيكون 100% مش 67% في أي يعني النظر في أي قضية، لا هتكون 67 زائدا الذين تختارهم الذين سيكونوا مؤيدين لها، يعني ممكن دي تحصل 99%، يعني زي الانتخابات بتاعت العالم الثالث. فأنا أعاتب قوى الحرية والتغيير أن هذه الروح الإقصائية وهذه الروح الأنانية، لا يمكن أن تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك، لا يمكن أن تقول للحكم السابق تهاجم الحكم السابق وأنت تمارس ذات بشيء الشيء بشكل أو أسوأ وأبشع من تلك التي كان يمارسها بها النظام السابق. المجلس العسكري الواحد قد يجد له العذر، يعني لماذا؟ لأنه تعرض لضغط كبير يعني في الساحة المحلية والساحة الدولية والإعلام وما إلى ذلك، لكن هؤلاء لماذا يفعلون ذلك وهم الذين رفعوا؟ المجلس العسكري لم يتحدث عن أنه يعني لم يرفع شعارات حرية سلام وعدالة، هم الذين رفعوا هذه الشعارات، لماذا يتنكرون لها؟ يتنكرون لهذه الشعارات التي رفعوها يعني. هذا سنحاسبهم به في المستقبل، يعني عندما تحين الانتخابات وعندما تبدأ الحملات الانتخابية سنقول له سنذكر الناس بأن هؤلاء الإقصائيون ليسوا جديرين، هؤلاء أنانيون ولا ينبغي أن يتحكموا إذا كان بدون انتخابات يريدون أن يحكموا البلد. ماذا؟ فهذه هي القضية يعني.